مدارس ومنارات تبوك النموذجية الأهلية بناء الشخصية هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف الخلق أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. أبنائي وحبائي طلاب متوسطة منارات تبوك الأهلية، اليوم بإذن الله وعونه نستكمل دروسنا التي بدأناها على هذه المنصة. ودرس اليوم للصف الأول المتوسط لمادة الدراسات الاجتماعية والوطنية، ونبدأ في الوحدة الجديدة، الوحدة السادسة. والوحدة السادسة بتتكلم عن الأمن الوطني، وأول دروس هذه الوحدة مفهوم الأمن الوطني. وانتهينا من وحدة الخلفاء الراشدين وابتدينا في الوحدة الجديدة هي الأمن الوطني. أولا مفهوم الأمن الوطني، درس اليوم يتكلم عن مفهوم الأمن الوطني. بداية، ما معنى الأمن؟ ما المقصود بالأمن؟ الأمن هو شعور الإنسان بالراحة والطمأنينة وعدم الخوف ممن حوله، هذا مفهوم الأمن. نأتي للمفهوم الثاني، مفهوم الأمن يأخذنا المفهوم الثاني هو مفهوم الأمن الوطني. المقصود بالأمن الوطني هو الخطط والإجراءات والأعمال التي تقوم بها الدولة لتحقيق الاستقرار سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي لأفراد المجتمع وكل مؤسسات الدولة وأرض الوطن، والدفاع أيضا عن المصالح الدولة الحيوية الداخلية منها والخارجية ضد أي عدوان خارجي أو أي تهديد يأتي من الداخل. والحمد لله قد أنعم الله علينا في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية بالأمن والأمان. لماذا نهتم بالأمن الوطني؟ سؤال في غاية الأهمية. لماذا نهتم أو تهتم الدول العالم كلها بالأمن الوطني لها؟ أولا، الأمن هو مطلب إنساني وحاجة إنسانية. كنا درسنا في صف الثالث المتوسط عن عوامل توزيع السكان، ايه الاشياء اللي بتخلي السكان يكونوا في يتوزعون في الاماكن المختلفه. من اهم العوامل توزيع السكان هو توفر الامن. الانسان بيعيش في الاماكن اللي فيها امن، متوفر فيها الامن، فلذلك هو حاجه انسانيه ومطلب انساني. دل ذلك وأكبر دليل من ذلك على ذلك القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر الأمن في أكثر من موقف وأكثر من آية قرآنية، وذلك في قوله تعالى عندما طلب مكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه الأمن، في قوله تعالى في سورة إبراهيم وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، صدق الله العظيم. دعاء واضح من سيدنا إبراهيم عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة. وأيضا في آية قرآنية تانية لسيدنا إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، صدق الله العظيم. تأكيد على الأمن من سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه بيدر ربنا أن يوفر يجعل هذه البلاد آمنة. المقصود بهذه البلاد كان مقصود بها مكة المكرمة. وذكر أيضا الأمن في قوله تعالى في سورة قريش في قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. دليل برضو من الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم على أهمية الأمن، فبدون الأمن
لن أعيش عيشة هنية، لن أستمتع بحياتي، لن أستطيع أن يستساغ لي طعام، ولا أهنأ أبدا في حياتي. فلذلك الأمن حاجة إنسانية ومطلب بشري. ووطننا الغالي المملكة العربية السعودية يعد الأمن مهما لها، وتوفر الأمن سواء للمواطنين المقيمين على أراضيها وبكل السبل، توفر الأمن بكل السبل. ويذكر لنا برضو ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الأمن في قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فإنما حجزت الدنيا له. معنى حديث النبوي بيعني إيش؟ بيعني أن أنت لو جا عايش في بيتك آمن، حاسس بالأمان، تشعر بالأمان في بيتك على أهلك وبيتك، كأنك تملك الدنيا كلها، كأنك مالك الدنيا كلها. مجرد أنت عايش حاسس بالأمان ومعافى من الأمراض وفي وسط أهلك، كأنك ملك الدنيا كلها. وهذا الحديث يدل على أهمية الأمن للإنسان. وبداية الأمن جاء في وطننا الغالي عند توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، عندما قام بتوحيد البلاد تحت راية حكم واحدة. قبل ذلك كانت الفوضى منتشرة والحروب والنزاعات، فكان الأمن لا يوجد، كان الأمن لا يتوفر في المنطقة نهائيا. ولكن عندما جاء الملك عبد العزيز ووحد البلاد وانتشر الأمن بعد التوحيد، وجاء أبنائهم بعده ومشوا صاروا على نفس النهج وحافظوا على توفير الأمن. وفي أيامنا هذا الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان يسعون كل السعي لتوفير وتحقيق الأمن للبلاد. في هنا بيعطيني إشارة أو بيعطيني مقارنة لحالة البلاد قبل التوحيد الأمنية، قبل التوحيد وبعد التوحيد. يعني هيقارن بين حالة البلاد من ناحية الأمن قبل توحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وبعد توحيد البلاد. أولا، قبل التوحيد تعددت السلطات والإمارات في البلاد وفقدان حكومة واحدة. كانت البلاد قبل توحيد المملكة كان عبارة عن مجموعة بلدان متفرقة متناحرة، أما بعد التوحيد كانت دولة واحدة، وطن واحد، حكومة واحدة تحكم، وكان يرأسها ملك. قبل التوحيد كان انتشر السلب والنهب والاعتداء وقطع الطرق. بعد التوحيد انتشر الأمن وتم القضاء نهائيا على النهب وقطع والسلب وقطع الطرق. قبل التوحيد كان فقدان نظام الأمن، النظام والأمن، كان لا يوجد نظام ولا كان يوجد أمن. بعد التوحيد أصبح عندي نظام وقضاء وعقوبة لمن يخالف النظام، وأيضا عقوبة وحكم بالشريعة الإسلامية. قبل التوحيد كانت الحجاج يهاجموا من قبل قواف الحجاج، كانت تهاجم من قبل اللصوص وكانوا يقتلوا ويسلبوا. أما بعد التوحيد فالآن ننظر كيف يأتي الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى وطننا الغالي وهم يشعرون بالأمن والطمأنينة. آخر شيء، قبل التوحيد كان يوجد نزاعات بين القبائل والأسرة والبلدان على الحكم، أما بعد التوحيد نلاحظ التآلف بين أبناء وطننا الغالي في مجتمع واحد متكاتف. هنا بيعطيني معاني الأمن، إيه الأشياء أو المرادفات للأمن، وأيضا المرادفات لفقدان الأمن. الأمن، طمأنينة، السلام، النزاهة، الأمانة، الوحدة، التآلف، التنمية، أداء العبادات، الفضيلة والأخلاق، كل هذه أمور أو كل هذه مصطلحات لمفهوم الأمن. ف
فقدان الأمن، لما أفقد الأمن بقى هشعر بإيش؟ هشعر بخوف، هيوجد التطرف، هيوجد الفساد، هتوجد الخيانة، التخلف، النزاع، الفرقة، ترك العبادات، وفي الأخير يؤدي لذلك والجريمة والمخدرات. نشاط واحد يحدد الطلبة هنا الأشياء التي تخالف حالة الأمن، الأشياء اللي تخالف الأمن. الاضطراب، أول شيء الاضطراب، أيوة الاضطراب يخالف الأمن. تاني شيء الاستقرار، لا الاستقرار أمن. الفوضى، الفوضى تخالف الأمن. الحرب، الحرب تخالف الأمن. الإرهاب يخالف الأمن. الهدوء أمن. السلامة أمن، أما الخوف يخالف الأمن. باء، ورد في النظام الأساسي للحكم مادة 36 توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين فيها على إقليمها. كيف نحقق ذلك مع حكومة وطننا المملكة العربية السعودية؟ من خلال التعاون مع حكومة وطننا في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة والإبلاغ عن من يخالف الأمن ويخالف النظام في وطننا الغالي. وهنا بيعطيني بعض الصور التي تدل على توفر الأمن في المملكة العربية السعودية سواء في الجانب الداخلي أو خارجيا. بنشوف صورة الحرم، سواء الحرم المكي أو الحرم النبوي، كم الأعداد الناس الموجودة في الحرمين الشريفين، هذا دليل على وجود الأمن وشعور هذه الناس بالأمن والطمأنينة. وكذلك أيضا مساعدة جنودنا البواسل في خدمة ضيوف الرحمن، ودور جنودنا في حماية الوطن وحماية حدود الوطن من أي اعتداء خارجي. وهنا أحبائي نكون قد انتهينا من درس اليوم، ونستكمل باقي دروسنا إن شاء الله في الأيام القادمة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.